لو انت واحد من الناس اللي بينطق كلمات زي لوكيد ووتشيد هيلبيد ارايفيد وبتنطق الاي دي دايما بالطريقه ديت، يبقى الفيديو ده ليك، لان انا النهارده هديك شويه قواعد تخليك تنطق الاي دي في الانجليش بطريقه صحيحه، وده هيغير نطقك 180 درجه. بس اتفرج على الفيديو للنهايه. عشان الناس اللي مش مركزه معانا، خليني اقولك ان الافعال في الانجليش لما بتحب تقلبها ماضي بتحط عليها اي دي، يعني stop في الماضي بتبقى stopped، help بتبقى helped، want بتبقى wanted. احنا بقى هنتكلم على نطق الاي دي ده اللي هيفرق معاك كتير جدا. اول حاجه هنتفق عليها كده مع بعض عشان نظبط النطق بتاع الاي دي، انك ما تنطقش الاي غير في حالتين هقولك عليهم في اخر الفيديو. يبقى دلوقتي ما تنطقش الاي. الدي بقى ليها نطقين، ممكن تتنطق دي زي ما هي وممكن تتنطق تي. بتتنطق دي لو جايه قبلها voiced sound او صوت صوتي، وبتتنطق تي بتتغير وبتبقى تي لو جاي قبلها unvoiced sound او صوت لا صوتي. تمام؟ طيب ما تيجي نعرف الحروف او الاصوات الفويست اللي لو حصلت يبقى الدي تتنطق زي ما هي دي. طيب اول كلمه معانا يسرق بالانجلش اسمها rob rob rob، والماضي بتاعها بيبقى robbed robbed robbed. دي بتفضل زي ما هي. عندنا كمان لو الفعل اخره ان زي clean في الماضي بنقول cleaned، لو الفعل اخره r زي offer في الماضي offered، لو الفعل اخره g زي change في الماضي changed، مش changed كده كده ما بننطقش الاي زي ما اتفقنا، changed changed، لو الفعل اخره v زي arrive في الماضي arrived arrived، لو الفعل اخره m زي claim claim في الماضي claimed، لو الفعل اخره z صوت ال z او z زي amaze في الماضي amazed amazed، لو الفعل اخره l زي call يتصل في الماضي called. الحروف دي كلها اسمها voiced sounds او حروف صوتية، وبيبقى فيه vibration هنا انت مش محتاج تحفظهم، مع الوقت هتقدر انك تحسهم. تعالوا بقى نتكلم على الاهم، وهو نطق ال D لما بيبقى T. اول حاجة لو الفعل عندنا بينتهي ب P ودي مهمة جدا، help في الماضي بتبقى helped مش helped 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 helped. مثال تاني stop stop في الماضي بتبقى stopped 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 مش stopped stopped تي اهو. لو الفعل اخره k زي look في الماضي looked looked، لو الفعل اخره f زي يشم sniff في الماضي sniffed sniffed، لو الفعل اخره sh زي يغسل في الماضي washed 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 wash washed، يشاهد watch وفي الماضي watched 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 مش watched watched، لو الفعل اخره s زي miss في الماضي missed missed I missed you مش missed you missed، لو الفعل اخره c صوت ال c زي dance يرقص في الماضي danced، لو الفعل اخره 8 زي يصلح fix في الماضي fixed fixed، لو الفعل اخره حرف من الحروف المتحركه او صوت من الاصوات المتحركه الدي بتتنطق زي ما هي دي، زي مثلا play played try tried وهكذا. قلت لكم في اول فيديو ان انا هقول لكم في اخر الفيديو ان الاي بتتنطق في حالتين بس، لو الفعل اخره تي زي مثلا want يريد في الماضي wanted wanted، او لو الفعل اخره دي زي need يحتاج في الماضي needed needed. نصيحة، حاول تتدرب كتير على النهايات ديت، وحاول تجيب امثلة اكتر، لان الموضوع ده هيفرق معاك كتير جدا في انه يظبط نطقك. Thank you and wish you all the best.